ما إذن بذهني أبدا. جمهور الزوراء مرحب وطالبك بإنقاذ ما وضعنا. تقدر تقول يعني هذا مو انت مسوي استفتاء بجمهور الزوراء يعني، بس اللي يتصلون أقول مرحبين من خلال الرسائل جاي أحكم. نعم نعم زين. نعم. رسائل الشرطة بدون لا أعرف ولا حاكي لي عنها ضايجين طبعا أكيد ضايجين. يعني انت تعرف انا ماركه شرطاويه شيء تم ابيت يعني زين والنعم فزعلانين اكيد طبعا. وصل الحال يقولوا لك تطعنا بخنجر ذارحة الزر احد اتصل بي نعم تمام بالضبط يعني. شنو جوابك؟ جوابي قلت له ماكو هيك فكره، هاي بعد بذهنكم وبذهن الاخرين موجوده فقط، ما موجوده بذهني. طبيعي انه جمهور الشرطه ما يتقبل وجودك بنادي اخر؟ هي طبعا عنوان محبه وعنوان طبعاً. ثقه عنوان ثقه طبعا اي شوفها طبيعي انه يقول لك السيد اياد بنيان عنوان لنادي حتى انا ما زحت احد المتصلين يوم امس يعني تحديدا شلون مسجل باسمكم قاعد مسجل باسمنا هاي زينه طبعا انه اسمك يطرز من ضمن اصحاب الانجاز في هذا النادي وهذا شيء افتخر به يعني. هل ممكن يكون هذا احد اسباب رفضك لتولي نادي الزوراء؟ لو لا الاسباب اللي ذكرتها لا الاسباب اللي ذكرتها وايضا راعي هذا الجانب اكيد لكن الاسباب المنطقيه اللي ذكرتها لك ابدا يعني ماكو اي مصلحه اصلا حتى بالموضوع يعني مو حتى ما تخدم نادي الزوراء وجوده ما اخدم بصراحه. اسمك يمكن واحده ايضا من الاسباب لانه هي من المرشحين سيد عقيل مفتن رئيس لجنه اولمبيه ورئيس اتحاد فصعب ان يكون هو ايضا يجي يستلم رئاسه نادي هو مو لان رئيس اتحاد لان يمكن مؤقته بيه مجال لكن هو رئيس لجنه اولمبيه يعني صعب تضارب مصالح هذا صعب ان تحل وتاسس انت موجود وياه صعب يرفضها قانون الاخلاقيات باللجنه الاولمبيه شو يحتاج نادي الزوراء